خليني ارحب بيه الاستاذ عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعوديه. استاذ عادل مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عزه، اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه المشاكل اللي بتقابل المصريين لما بيروحوا بتاشيره غير تاشيره الحج؟ ده كلام سليم بالفعل يا أستاذ عزة. المملكة العربية السعودية أعلنت لا حج بدون تأشيرة حج صريحة لمن يرغب للحج من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا من داخل المملكة لابد أن يكون في تصريح من وزارة الحج والعمرة السعودية. المشاكل طبعا مشاكل عديدة، منها الإبعاد عن المملكة وعدم دخول المملكة مرة أخرى. أقصد إيه اللي بيبقى مسافر بإيه تأشيرته بتبقى فيها إيه؟ واضحة إزاي نقول له لأ أخد بالك أنت مش هتحج؟ جميع أنواع الزيارات اللي هقولها لحضرتك دلوقتي كاملة لا يصرح لها بأداء فريضة الحج، ألا وهي الزيارة العائلية، الزيارة الشخصية، الزيارة التجارية، زيارة العمل، السياحة. يضاف إلى ذلك كل تأشيرة خاصة بخدمة الحجاج أيضا لا يحق له بأداء فريضة الحج. والمملكة العربية السعودية منذ ساعات هيئة كبار العلماء السعودية أعلنت إعلان صريح أنه لا يجوز الذهاب لأداء فريضة الحج بدون تصريح، يعني حرمت او جرمت موضوع ان اي حد زائر. وفي كتير يا استاذ عزة، طب المملكة بتعمل ليه كده وخصوصا السنة دي في يعني ضوابط مشددة في هذا الموضوع؟ لان السنة اللي فاتت قابلنا مشكلة كبيرة قوي في موسم الحج، الا وهو ارتفاع عدد الوفيات بين مخالفي الحج اللي وصلت لدرجة ان هي اعداد كبيرة جدا، لان ده لن يسمح بدخول المناسك الخاصة بالحج إلا بذلك. ده أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة كمان يا أستاذ عزة، البساط اللي هيركب فيها الناس النظاميين الحاملين لتأشيرات حج صريحة وتصريح حج سوف تغلق الأبواب بستيكر من قبل الأمن السعودي، لن يفتح إلا في مكان المناسك أو المشاعر المقدسة. بمعنى إن هيطلع الباص من أمام الفندق سين إلى منى أو إلى المزدلفة أو إلى عرفات، هيقفل باب الباص بستيكر أمني معين هيفتح من قبل الأمن السعودي في الناحية التانية عند وصول. طيب هنا أنا عايزة شكل محدد والكلام محدد للمصريين اللي هنا اللي بيطلعوا وبيضحك عليهم، بيضحك عليهم يتقول لهم ايه لما يتقال لكم ايه اللي انا عايز اسمعه منك؟ خد بالك انت مش هينفع تحج. نعم، انا عايز اقول لاهالينا الناس الطيبين وهم الاغلبيه طبعا، الناس الغلابه هي وهم اللي بيضحك عليهم يا استاذ عزه. ده بيحصل كتير، ده بيحصل كتير الاول طبعا، ده بيحصل كتير وفي جميع محافظات الجمهوريه. بيقولوا لهم ايه بقى؟ بيضحكوا عليهم، بيقولوا لهم انتوا تعالوا احنا في تاشيره زياره شخصيه موجوده معانا، اتفضل التاشيره اهو، انت هتطلع تحج، احنا حاجزين لك في اماكن بعيد في امان، بس هندخل مكه قبل موعد غلق مكه، لان مكه تغلق زي ما حضرتك عارفه. وبناء عليه بتقول له لا ما تدفعش اي فلوس، لان حرام فلوسك دي انت بترميها في الارض. ده كمان المملكة أعلنت كمان يا أستاذ عزة إن هيمنع قبول استقبال جميع أنواع التأشيرات الزيارات في أربع مطارات رئيسية اللي هي مجاورة للحرم المكي، ألا وهي مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف ومطار ينبع. من إمتى يا أستاذ عزة؟ من يوم 18 مايو 2024 إلى 16 يونيو، يعني من 10 ذو القعدة إلى 10 ذو الحجة هتغلق المطارات دي، لن تستقبل أيا من جميع أنواع هذه الزيارات. طيب إزاي بتتعامل السلطات السعودية مع المخالفين من الناس اللي بتؤدي فريضة الحج بتأشيرة الزيارة؟ عشان دي دايما هما اللي بيستخدموها. ده سؤال جميل يا أستاذ عزة. بيبصم أولا، يمنع من دخول المملكة مدى الحياة، وأيضا بيبقى فيه غرامات مالية مدى الحياة؟ نعم، الأول كان ممكن يقعد 5 سنوات ويرجع، دلوقتي مدى الحياة. هي المملكة بتعمل كده ليه يا أستاذ عزة؟ ما احنا عايزين نسأل نفسنا برضو. لا أنا عايزة بس أوعي الناس إنه بدول هيتمنعوا. طبعا هيمنع من دخول المملكة مدى الحياة أي مخالف.
هدف المملكه، المملكه عايزه تحافظ على امن وسلامه ضيوف الرحمن، لان مش معقوله ان منى مثلا بتشيل 3 مليون نحط فيها 8 مليون يا استاذ عزه. فهنا من هنا بدات المشكله فعلا. ايوه ايوه تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. شكرا استاذ.